لديم مبروك للجيم، هيدا اول جيم السنه الشانفيل بيقدر يربحها بعد 3 خسارات على التوالي. كان شوي جيم صعب بالاول، رجعتوا تقدروا تربحوا بفارق 16 نقطه. تحليلك للجيم، وعندكم جيم الجاي ضد المومنتوم، جيم مؤجل ب 29 شهر، خصم عنيد جدا ورح يكون على ارضكم. جيم، شو رح تقول لجمهور شانفيل وهل رح ترجع على السكه الصحيحه؟ ليك اول شيء مش رح كذب عليك، يعني اول 3 توش اجوا 3 توش كثير قوي ضد التوب 3 تيمز قوي، عرفت؟ بقى كان عندنا صعوبه تحت واجهناهم، يعني الخساره كانت كثير محتمله وصارت، ويعني حتى الفريق ما كان عم بيلاقي حاله، ما كان في الكيمستري، وانا على الصعيد الشخصي يعني ما كنت اقدم مستوى مطلوب. بقى بوعد الكل انه بعد هيدا الجيم، يعني البدايه كانت هالجيم اذا بدكم بركي وين هين، كان اذا فينا نقول ضد فريق متواضع مثل الهوبس، بس انه حتى مستواي الشخصي ومستوى الفريق، مستوى يعني والكيمستري بين الفريق راح تزيد وراح تقلع كرمال نوصل على سكة الانتصارات ونكون فريق عم بينافس على اللقب. ميرسي نديم، نعاد عليك. نعاد عليكم جميعا. ميرسي.